وسيبيني في حالي. اتفضلي. لا مش عايزه. طعمه حلو قوي. باسم انا ماشيه. تمشي تروحي فين؟ الحفله لسه ابتدت. انا مش عارفه اصلا ايه اللي جابني. المفروض ما كنتش شفت وشك تاني. وشي ماله؟ مزعلك في ايه؟ انا الحق عليا. صدقت فعلا انك بتحبني وتقدر تحميني من الدنيا كلها. انت بتقولي ايه؟ طب حد يقرب لي كده وشوف انا عامل لك فيه ايه. بس ما بهزرش. انت فاهم انا قصدي على ايه؟ اتفضلي. ما هو يا حبيبتي اي حد في الدنيا ليه مدخل، وانا ابويا بالذات محتاج دراسه جدوى وخطط خمسيه وسبعيه عشان تقدري توصلي معايا للنتيجه اللي انت عايزاها. الحكايه محتاجه قتال تحقيق طوق وصبر. موت يا حمار. والحمار ماله من الجواز ده؟ يا نرمين ان شاء الله في عيد الجواز 25 هعملك اكبر مفاجاه. طب قولها لي من دلوقتي. الف مبروك يا فتاني. مبروك سعد. الله يبارك فيك. ايه اتاخرت ايه؟ ما انت عارف نيتك بتاع الوقت الان. اتفقت على ايه؟ الحمد لله عدت على خير. اشوف الطيور بس. اتفضل. مبروك يا هاني. الله يبارك فيك. ميرسي يا ريت. كل سنه وانت طيبه يا ولد. وانت طيبه يا ولد. اه حسام ما تتخلش على بكره عشان عندنا شغل مهم قوي. يا سلام من نجم اكون عندك ان شاء الله. حتى لو هتقدر تكلمه في الشغل. لا اشوف اصحابي. لا خلاص خلاص. طب وانا بابا هتعمل فيا ايه؟ هتبرر منك. هبه خلي جوزك وحماتك يجوم. ارتاحي بقى. ايه يا خالد كل ده تاخير؟ معلش يا دوب خلصت ماتش الكوره اللي كنت بلعبه وغيرت هدومي وجيت على طول. يا دي كده يا انكل ده بدل ما يطمني عليه. يا هبه جوزك مركزه زبيه. المفروض انك انت تقدري المسؤوليات اكتر من كده. بابا فين؟ هناك يا انكل. اخو شفط اللي جيت مصر. كيف حالك يا سعد؟ بحبك قوي. بس غلطت. لو بطلتيش تكلميني زي الام ما بتكلم ابنها قدام الناس ههزقك ومش هعمل لك اعتبار. فاهمه؟ مبروك يا سعد. حتى هو بيبارك لي برضه. في وشك. مراتك تعكن عليك تيجي تعكن علينا هنا. الله يسامحك. انتوا الاثنين اخواتي ولاد عمي. واحد حط ايده في ايدي وبقى شريكي واكتر من اخويا. والتاني حط ايده في ايدي بس عشان يناسبني وبعدها نزل ينافسني في السوق. ايه اللي مزعلك؟ الرزق بتاع ربنا. فوزي نسيت اقول لك اخوك مش غلطت وبس. لا ده غبي كمان. بقولها قدامه عشان ما اقولش انها نميمه من ورايا يعني. يا صفوت ربنا يديك قد اللي انت فيه ده 10 مرات. انا اكون اول واحد يفرح لك لان احنا عيله واحده. عيله داليا. خير يا عمي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بصحه وسلامه. قول لي انت مستحمل ابوك ده ازاي؟ نصيب مأكول. كان عن بالي ان انا اعزمه. هو مين اللي عزمه؟ انا اللي عزمته. طب مش كنت تستأذنني؟ الراجل يسعى ان انا ما عزمتوش بنفسي. استأذنك ليه؟ عيد جواز ابن عمي زي عيد جوازي بالظبط. مفهوم يا صاحبي. هبقى اتعامل معاه؟ لا 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 ده صديق عمري. انا هروح على حبيبي نفسي. اتفضل يا عم. بعد اذنك. ايه جوه سعيد يا سعد. الله يخليك. كل سنه وانت طيب يا انكل. ميرسي يا حبيبتي. انا خفت ان صفوت ينسى يعزمك زي ما طلبت منه. معلش يا ناصف انت عارف بقى دماغ الواحد فيها مليون مشكله دلوقتي. بابا عايزك في موضوع. لا لا موضوعين. طب قول الموضوع دلوقتي وخلي الثاني لبكره. لا لا بجد بابا انا عايزك ضروري. اتكلم يا ابني مفيش حد غريب. معلش هي دقيقه واحده.